السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن استقبال شهر رمضان، ونرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد الفاشني من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك أستاذنا. أهلا وسهلا أستاذنا. فضيلة الشيخ عاشور أبو العلا من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك أستاذنا. أهلا بك دكتورنا الغالي. مشاهدينا الكرام، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان بالبشر والخير والبركة والدعاء والتفاؤل وروح الأمل التي تساعد على العبادة. فشهر رمضان يأتينا في العام مرة واحدة، وهو بمثابة سوق يتيحه الله عز وجل لعباده كل عام كي يتاجروا فيه مع ربهم التجارة الرابحة. فهنيئا لمن اغتنم هذا الشهر، وهنيئا لمن كان حريصا من أول يوم فيه على العبادة والذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محافظا على صومه متقيا ربه تبارك وتعالى في صيامه وقيامه. فكما قالوا: صيام بالنهار وقيام بالليل. فضلت الشيخ أحمد، هل هناك أبواب خير معينة نسترشد بها حتى يتمسك بها من يشاهد الحلقة ويقوم بفعلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء شهر رمضان كان يستقبله بطاعة الله تبارك وتعالى كما هو معتاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة الكرام في أن يتقدموا إلى الأمام في رمضان، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر خير وبركة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه مرادة الشياطين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بداية هذا الحديث الجميل أن شهر رمضان شهر خير وبركة، فشهر متسع فيه فعل الخير. يعني أبواب الخير فيه كثيرة. أبواب الخير فيه كثيرة، الله يفتح عليك. لا نحصرها فقط على شيء. لا لا لا، ليس على الصيام ولا الصلاة فقط، وإنما كل عمل نعمله يكون صالحا يكون من ضمن أبواب الخير. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نحفظ ونعلم جميعا كان يستعد لهذا الشهر الفضيل قبله بستة أشهر، وكان يودعه بعده بستة أشهر، فالعام كله يعني عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا وأمرنا أن نتقدم في هذا الشهر العظيم، وأن نتصل بالله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم. والناس بيكونوا مقصرون في كل العام، فإذا جاء هذا الشهر الفضيل تقربوا إلى الله تبارك وتعالى وفعلوا الخير في هذا الشهر العظيم. أبواب الخير كثيرة. يعني أنا أولا ينبغي أن إذا دخلنا وتحدثنا عن أبواب الخير أن نذكر أولا القرآن. نعم. فالقرآن أعظم باب في هذا الشهر الفضيل. نعم. يعني في الأيام العادية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا في غير رمضان. أما في رمضان فالأعمال كما نعلم مضاعفة، يضاعف الله تبارك وتعالى الحسنة إلى 70 ضعفا في هذا الشهر العظيم. لذلك ينبغي على العبد أن يحرص على القرآن. والقرآن الناس تظن أن القرآن قراءة، فإنسان لا يحسن القراءة. الله عز وجل وكل بكل حرف ملكا. الله يفتح عليك. نعم. نعم أحسن. الناس تظن أن القرآن قراءة، طب الذي لا يحسن يقرأ القرآن ماذا يفعل؟ يستمع إلى القرآن وله بذلك أجر. والنظر في المصحف وحده عبادة. الله يفتح عليك. نعم. والنظر في المصحف وحده عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ضعيف في القراءة، لا يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يقرأ، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. نعم. فمدح أولا قارئ القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. ثم قال: الذي لا يستطيع يقرأ، ضعيف في فهم معاني بعض كلمات القرآن، له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة.
ونبينا عليه الصلاة والسلام مثل لنا الذي أن أفضل ما يفعل في هذا الشهر العظيم قراءة القرآن، فقال وفي غيره من الشهور، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني الإنسان كما له مأدبة من الطعام ينوعها، كذلك عليه أن ينوع مائدة الذكر، من بين قراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، وأن يجعل لنفسه وردا يوميا من الصلاة على الحبيب وقراءة القرآن. فمائدة الذكر متنوعة، ليست مقتصرة على شيء واحد. أيضا الأمر الثاني بعد الذكر الصدقة. أفضل يعني في هذه الأيام ينبغي في هذا الشهر الفضيل أن يحس الإنسان بهذا الفقير، بهذا المحتاج. يعني الموائد، إذا قلنا مائدة الذكر ننوعها، فمائدة الطعام في بيوتنا ننوعها، أصناف كثيرة وأنواع كثيرة من الطعام، لكن لا ننظر إلى الفقراء وإلى المحتاجين. يعني الإنسان في رمضان ينبغي أن يحرص على أن يسعد هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين بتقديم يد العون لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال خير الناس أنفعهم للناس. الإنسان ينفع غيره، يعطي غيره، يمنح غيره مما أعطاه الله تبارك وتعالى. ومن أفضل أبواب الخير إطعام الطعام. نعم أحسنت. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب إطعام الطعام لغيره. نعم أحسنت. إطعام الطعام من أفضل أبواب الخير. ربنا عز وجل قال في سورة الإنسان، وقال في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما، الإنسان يحب المال، وقال ويطعمون الطعام على حبه. على حبه مسكينا، في سورة الإنسان مسكينا ويتيما وأثيرا. ولعل هذه نزول هذه الآية لها قصة نذكر مختصرا لها، أن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه نذر، كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة، كانوا يعني في مرض شديد، فنذر لئن شفى الله تبارك وتعالى الحسن والحسين يصوم لله تبارك وتعالى 3 أيام، وبالفعل شفى الله عز وجل الحسن والحسين. فقالوا نوفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقالوا نوفي بالنذر. ففي أعدوا الطعام، كان المائدة لا تكفي، المائدة يعني ضئيلة بالطعام، هو يعمل طوال النهار ليأتي بطعام يوم واحد. فأعد الطعام وجهزه وهم على الإفطار، أذن المغرب، هم ليفطروا، طرق الباب طارق مسكين، في اليوم الثاني يتيم، في اليوم الثالث أسير، وكل مرة يأخذ هذا الطعام ويفطر على الماء. فشكر الله عز وجل لهم هذا، فخلد ذكرهم في القرآن الكريم، فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إلى آخر هذه الآيات. فأحب ما يفعل إطعام الطعام في هذه الأيام. نعم. إذن لنا ننتقل إلى فضل الشيخ عاشور إن شاء الله. فضل الشيخ عاشور، ونحن نتحدث عن أبواب الخير في رمضان، ما هي الأبواب التي تراها تسعد الإنسان وقد أهملت في هذه الأيام، خاصة بعض الناس يمرون بضوائق مالية وظروف معيشية يعني تستدعي أن يكون المسلم عونا لأخيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبواب الخير كثيرة. لا سيما في شهر النفحات وشهر البركات. رمضان. ورمضان منحنى ومنعطف خطير، يجب على كل مسلم أن يحسن استقباله وأن يحسن الاستعداد له، وأن يشمر عن ساعدي الجد في هذه الأيام المباركات، لأنها فرصة قد لا تتكرر. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من هديه أن منسوب العبادة عنه دائما عنده صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا مرتفع، ويزداد ويعلو في أول رمضان، فإذا ما أقبلت العشر الأواخر من رمضان تضاعف أكثر وأكثر صلى الله عليه وسلم في العطاء وفي العبادة وفي الإقبال على الله عز وجل. وحين نتكلم عن أبواب الخير لا نحصرها في مسبحة وفي محراب وفي مصحف، إنما أبواب الخير كثيرة. معلوم أن الناس جميعا يحصرون ويقصرون التقرب إلى الله عز وجل في رمضان
على الصلوات الخمس وهذا جيد، نعم، وعلى قراءة القرآن وعلى الاعتكاف وعلى صلاة التراويح، كل هذه أمور جيدة لابد أن تفعل في رمضان، بل هي فرائض، نعم، لكن يجب أن نبحث وأن نفتش عن رمضان في بطون الجائعين، وعند آلام المتألمين، وعند مرض المرضى. نبحث عن رمضان في إطعام الجائعين، الإطعام. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن إطعام الناس سبيل لدخول الجنة بسلام، نعم. لما قدم المدينة يقول سيدنا عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، عندما هاجر من مكة إلى المدينة، انجفل الناس إليه، يعني خرجوا جميعا يقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنت ممن خرجت، فلما رأيته وتأملت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس. هذا أول خطاب قرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع أهل المدينة، نعم. أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، نعم. إذن من أسباب دخول الجنة بسلام أن تطعم الطعام. فما المانع أن كل مسلم في رمضان يجي على راتبه كده أو على دخله اللي هم ميسور الحال أو متوسط الحال ويخرج بعض المال، لأن أنت لو سبت نفسك للظروف معروف أن تكاليف الحياة جديدة، نعم، ممكن ما يفضش منك، والمتطلبات لا تنتهي طبعا، والحوائج كثيرة. فإحنا نقول لكل واحد، والخطاب لنا الأول، ونهمس في أذان المشاهدين الكرام: حضرتك اقتطع جزء من راتبك في أول الشهر وقول: ده سأخرجه لله عز وجل إطعاما لفقير. تخرجه بقى عن طريق شنطة رمضان، عندك جار فقير تساعد معاه، أحد أقاربك ظروفه غير جيدة تساعد معاه في رمضان، لأن حضرتك لما بتطعم الجائعين وتساعد الفقراء أنت بتفرغهم لعبادة الله طبعا، عشان يظفروا هم الآخرون برمضان. كيف يتفرغ لعبادة الله وهو منشغل بتحصيل الرزق؟ طبعا مستحيل، نعم. إذا كان جائعا لن يقوى على تسبيحه، نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، في الحديث: الله في عون العبد ما دام العبد، ما دام العبد في عون أخيه. شكرا للشيخ. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. من وقولوا للناس حسنى، والتي نتحدث فيها عن أبواب الخير في رمضان، نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ أحمد الفاشني. فضيلة الشيخ أحمد، ونحن نتحدث عن أبواب الخير في رمضان، هناك أبواب كثيرة، منها أن الإنسان لا يجد فقير جائع إلا بسبب غني بخل، فماذا نقول لتحنين أو أن نجعل من الأغنياء سد لحاجة الفقراء؟ ماذا نقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأغنياء رزقهم الله عز وجل المال الكثير، فوجب عليهم وفرض عليهم زكاة من أموالهم تخرج إلى الفقراء. فلو أن كل غني بلغ ماله نصاب وحال عليه الحول أخرج زكاة ماله لما وجدنا فقيرا جائعا. لذلك أنا أقول للأغنياء، لمن من الله عز وجل عليه بالمال: هذا المال لن تأخذه معك في قبرك. وأنا دائما لي مقولة مشهورة: أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرم منها، نعم. لا يعرف قدر النعمة، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، الله يفتح عليك، نعم. لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرم منها. فالله عز وجل أعطاك المال الكثير فأنفق منه. والإنسان إذا كان في جناسته، نسأل الله تبارك وتعالى ويبارك في أعمال الجميع، والله بعض الناس يأتون إلى المساجد يأخذون كفن صدقة، وهو رجل غني، رجل كفن صدقة، كفن صدقة، يعني أقصد إيش؟ أقصد أن الأولاد والورثة لن ينفعوك بشيء، الأولاد والورثة لن ينفعوك بشيء. بعضهم يريد سيارة نقل موتى، نسأل الله يبارك في عمر الجميع، صدقة، لكن عايز حاجة رخيصة، حاجة صدقة، وهو من الأغنياء. فإذا هؤلاء الورثة الذين يعني تمنع الزكاة من أجلهم، تمنع حقوق الفقراء والمحتاجين من أجلهم، لن ينفعوك حتى بعد وفاتك. وأنا الشيء بالشيء يذكر، اسمح لي أذكر هذا الموقف.
حدث معي شخصيا. كنت في مجلس توزيع تركة، توزيع تركة، وبعد أن جلسنا جاء رجل، وكانت التركة ممكن نقول ليست تركة عظيمة جدا ولكن تركة متواضعة. جاء رجل وقال بأن فلان كان يتاجر معي في السر، وتركته معي 5 ملايين جنيه، مبلغ كويس. فهذا هو المبلغ، لكن أنا أستسمح الورثة جميعا في أن نأخذ من هذا المال بس 250,000، هنعمل بهم حاجة في مساجد، نفرش مساجد، صدقة جارية على روح الميت. والله الابن الأكبر لهذا المتوفى منع، الابن الأكبر لهذا المتوفى منع وقال لا، سوف أشتري كل دير مياه وأضعه أمام مسجد وخلاص بألفين، لكن تأخذ ربع مليون لا. فأنا عايز أقول لجميع الأغنياء، لمن من الله عز وجل عليهم بالمال، أنفق وأنت صحيح، أنفق وأنت صحيح. خير الصدقة أن ينفق الإنسان وهو صحيح. إنما يأتي الإنسان بعد وفاته ويوصي إذا أنا مت فابن مسجد بمالي فاعملوا كذا، لن يصنع شيء من وصاياك، خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها التجالب على حب المال وحب الدنيا. لذلك أنا أوصي جميع الأغنياء بأن ينفقوا وأن يخرجوا من أموالهم على هؤلاء الفقراء وعلى هؤلاء المحتاجين، وأن لا يمنعوا زكاة أموالهم. الإنسان، بعض الناس يتهربون من زكاة المال، فيأتي في نهاية العام بعد أن حل عليه الحول يحول كل ما يملك لحساب زوجته حتى يتهرب من الزكاة، وهذه من الأمور العجيبة. هذا المال حق، ربنا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شكرا فضلت. نعم. شيخ أحمد، فضلت شيخ عاشور، ونحن نتحدث عن أبواب الخير، في نهاية الحلقة نريد وصية لكل مشاهد. نعم. ماذا تحثه في أن يقوم بباب خير؟ أقول للمشاهدين الكرام وأقول لنفسي أولا، محتاجين أن احنا نتعامل مع الله عز وجل معاملة تليق بإحسانه علينا معنا وبكرمه علينا. يعني الله عز وجل غمرنا بالنعم جميعا، من المهد إلى اللحد إلى ما بعد ذلك من خلود طويل، فلا ينبغي علينا أن نقابل نعم الله بالجحود والنكران. أقبل على الله عز وجل ولا تدع بابا من أبواب الخير في رمضان إلا وتضرب فيه بسهم. نريد أن نراك مصليا، قارئا للقرآن، ذاكرا للرحمن، وفي الوقت ذاته نريد أن نراك واصلا لرحمك، محسنا لجيرانك، متصدقا على الفقراء، مطعما للطعام. واعلم أن كل ذلك لن يضيع عند الله، لأن الناس يغفلون كثيرا عن كرم الله عز وجل الذي أكرمك وحباك وأعطاك وأولاك وأنعم عليك. لو عاملت ربك كما يعاملك لازداد الكرم. الله يقول في القرآن الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير يخلفه في الدنيا بالبدل والعطاء، ويخلفه في الآخرة بالثواب والجزاء. والنبيون صلى الله عليه وسلم كان آية في الكرم، وعلى نهجه وضربه صار صاحب الكرام. قصة أخيرة نختم بها، نقول للمشاهد تعلم من سيدنا عمر أن تكون كريما في رمضان وفي غيره من أوقات العام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم دخل عليه أعرابي فقال يا الأعراب لسيدنا عمر، يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا بيد الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فتعجب سيدنا عمر من جرأة هذا السائل عليه، يقسم عليه أن يعطيه. فقال سيدنا عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال الأعرابي إذن أبا حفص لأمضين. فقال سيدنا عمر وإن مضيت يكون ماذا؟ ماذا سيحدث؟ فقال الأعرابي إذن أبا حفص عنهن لتسألن، يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فما كان من سيدنا عمر إلا أن دخل بيته وفتش عن شيء يعطيه للأعرابي فلم يجد شيئا، فخرج كاسف البال وذرفت عيناه بالدموع وخلع ثوبه الذي كان يرتديه وأعطاه للأعرابي وقال له خذ هذا ليوم تكون الأعطيات فيه جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. وإما إلى جنة. رسالتي لي ولجميع المشاهدين الكرام، أي شيء تقدمه إلى الله وتقدمه لعباد الله سينفعك عند الله عز وجل. وفي النهاية المآل
إما إلى نار وإما إلى جنة، نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل اللهم الجنة. آمين. اللهم شكرا. آمين. شكرا وصول لحضرتك. مشاهدينا الكرام، أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجعلنا الله وإياكم من أهل أبواب الخير. في الختام أشكر ضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد الفاشني من علماء وزارة الأوقاف. شكرا أستاذنا. شكرا دكتورنا. شكرا فضيلة الشيخ عاشور أبو العلاء من علماء الأزهر الشريف. شكرا أستاذنا. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المشاهدة والمتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.